أهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي عين على البرلمان في حلقة جديدة. بالأمس بالفعل وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبعدها بدقائق أعلن وزير المالية عن وصول الدفعة الأولى من هذا القرض، واللي ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة وصل إلى 23.3 مليار دولار. ماذا عن هذا القرض؟ وما هي الخطوات اللي هتترتب عليه؟ وهل هو مفيد للاقتصاد المصري أم لا؟ كل دي أسئلة هنطرحها ونناقشها النهاردة إن شاء الله بصحبة ضيفي الكريم اللي مشرفنا فعلين على البرلمان، دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. تحياتي لحضرتك وسادة المشاهدين. اهلا بيك. خلينا كده في الاول سؤال استهلالي واكيد بيدور في ذهن كل اللي بيشوفنا دلوقتي، ماذا عن هذا القرض وخاصه في هذه الفتره الحرجه اللي بتمر بيها مصر؟ طيب خلينا نوضح في البداية انه لجوءنا للصندوق مش بس علشان القرض، وبالمناسبة لجوءنا للصندوق مش بس مقتصر على اللجوء الاخير اللي الحقيقة اثار زوبعة كبيرة ونقاشات كثيرة، لكن واقع الامر لجوءنا للصندوق بيتم بشكل دائم ومستمر. وبالمناسبة مصر دوما منذ انضمامها للصندوق النقد الدولي منذ عام 1945 الحقيقة الزيارات والتنسيق والتباحث مستمر، سواء كان مع صندوق النقد الدولي او البنك الدولي. بالتأكيد نحتاج لمزيد من الخبرات، المشاورات، النصائح من هاتين المؤسستين الماليتين العريقتين على مستوى العالم. فالحقيقة لجوءنا للصندوق مش بس علشان نحصل على هذا التمويل، لكن علشان نعطي مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ورسائل طمأنينة مش للداخل لكن للخارج، لأنه واقع الأمر أن المستثمرين ومؤسسات العمل على مستوى العالم لما بيقرروا أنهم يستثمروا في أي سوق مؤكد بيبقى عينهم على مؤسسات التمويل الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد، وما يصدر عنهما من تقارير مؤكد بيكون عينهم على مؤسسات التصنيف والتقييم الدولية ستاندرد بورز، موديز، فيتش، وما يصدر عنهما من تقارير. فمؤكد أنه لجوءنا لصندوق النقد الدولي لإقرار برنامج مصري خالص للصحة الاقتصادي مؤكد أنه ده هينعكس إيجابيا على مزيد من رسائل الثقة والطمأنينة في الاقتصاد المصري، وبالفعل أتصور أنه هيكون نتاج هذا مزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية لشريين الاقتصاد المصري، سواء كان استثمار غير مباشر أو استثمار مباشر. واقع الأمر إحنا الحقيقة ذهبنا للصندوق ببرنامج معد سلفا، هو برنامج مصري خالص كان مفترض أنه معد منذ عامين تقريبا، وبدينا فيه بخطوات فعلية تنفيذية بإعادة هيكلة وإن كانت لم تكتمل بعد للموازنة العامة للدولة، وبدأنا بملفات صعبة وشائكة. الحقيقة كان حكومات متعاقبة على مدار عقود طويلة بتتخوف من الاقتراب منها بحجة إنه الرأي العام، المواطن الضعيف الغلبان، الحقيقة دي كلها شعارات دفعتنا ثمن كبير. واقع الأمر إنه برنامج الصحة الاقتصادي اللي تم إدارته وتفعيله وتنفيذه فعليا منذ عامين كان الحقيقة هدف أو جزء من أصيل هو مراجعة ملف الدعم. واقع الأمر ملف الدعم اللي بيقترب من 210 مليار جنيه، الجزء الأكبر من هذا الدعم لا يذهب لمستحقيه والكل معترف بحسه. واقع الأمر أنه دعم الطاقة على سبيل المثال مؤكد أنه لما بدعم البنزين اللي عنده عربيات اكتر هو اللي بيستفيد من الدعم، بيستفيد منه طبعا. لما بدعم الكهرباء اللي عنده إنارة اكبر وتكييفات اكتر هو اللي بيستفيد من الدعم بشكل اكبر. وبالتالي كان مهم جدا انه هذه الامور ترشد ويتم توفير هذه الارقام كي تذهب الى المواطن محدود الدخل بالفعل. وبالمناسبه بخلاف هذه الجزئيه اللي مؤكد انها سوف تزيد من حجم الدعم اللي بيوجه ليه مواطني محدود الدخل وسوف توفر جزء مهم من الموازنه العامه للدوله، لكن الاكثر اهميه هو انه تحرير اسعار السلع والخدمات وتقديمها بتكلفتها الحقيقيه بيرشد من سلوكيات المواطنين. مؤكد لما تبقى فاتوره الكهرباء بالنسبه لي 20 جنيه مش هيفرق معايا افتح كل التكييفات، لما يبقى سعر البنزين جنيه ولا نص جنيه مؤكد مش هيفرق معايا وهنزل العربيه لوحدي واقعد الف بصرف النظر موضوع مهم او في مشوار مهم او مفيش هنزل المسائل مش فارقه لانه مفيش تكلفه. فمؤكد لما اسعار الكهرباء ارتفعت مؤكد ان كلنا بقينا حريصين على استخدام رشيد منطقي. وبالمناسبه ده مش بس مفهوم اقتصادي ده كمان مفهوم ديني، يعني مهم انه ما لم نستخدم موارد اللي ربنا حبانا بيها سواء كان ميه
سواء كان كهرباء وما الى ذلك. مهم انه نستخدمها استخدام رشيد، لانه قبل ما احنا نحاسب بعض ربنا هيحاسبنا على سوء الاستخدام. فمساله تحرير اسعار السلع والخدمات بشكل عام دي مساله اقتصادية سليمة، بالإضافة إلى أنها هتغير من سلوكيات المواطنين وهتخليهم أكثر رشدا في التعامل مع هذه الموارد، إنها كمان هتوفر من جزء مهم من موازنة الدعم، وهيعاد توظيف أو توزيع هذه الأرقام مرة أخرى للمواطن محدود الدخل. هي الفكرة الأساسية، ما يجبش إن أنا أدعم سلع وخدمات، أنا أقدم كل سلع وخدمات بتكلفتها الحقيقية، والمواطن الغير قادر على الحصول على هذه السلع والخدمات يقدم له الدعم النقدي كي يشتري او يحصل على ما يريده. انا لما ادي المواطن في ايديه كاش، هو بقى عايز يحطه في التعليم، يحطه في الصحه، يحطه في الاكل والشرب، يحطه في الكهرباء، في المزين، يحطه زي ما هو يحطه، وبالتالي يبقى في هذه الحاله المواطن هو صاحب القرار، هو اللي بيحدد اولوياته في الانفاق، التعليم ابدا ولا الصحه ابدا وما الى ذلك. طيب احنا موضوع تحرير سعر الصرف احنا هنتكلم فيه، ولكن انا حابة ان انا استكمل في موضوع القرض. دلوقتي هيتم صرف القرض ده باي شكل؟ الحكومة هتضخه فين بالظبط؟ طيب واقع الامر انه هذه الشريحة الاولى اللي مفترض وصل بالفعل في حدود 3 الى ربع مليار دولار هتأتي الى البنك المركزي كي تدعم من صافي الاحتياطي، كي يزيد من درجة الثقة والطمأنينة فيما يتعلق بالاقتصاد داخليا وخارجيا، لانه مؤكد كل ما الاحتياطي هيكون متزايد كل ما ده هيدي طمانينه للوضع في الداخل، لانه الدوله لو احتاجت انها تستورد مشتقات بتروليه، احتاجت انها تستورد سلع زي القمح او الرز او غيره، يبقى الدوله قادره على انها تستورد هذه الامور، السلع الاساسيه الاستراتيجيه اللي بتهم كل مواطنين. بعد ما البنك المركزي هيحصل على هذا التمويل بنقد اجنبي، مقدر انه المقابل له بالجنيه هيقدم الى الموازنه العامه للدوله. وقع الامر الموازنه العامه للدوله بها جانبين او شقين، شق الانفاق الاستثماري وشق الانفاق الجاري. الانفاق الاستثماري اللي هو بيروح على الموازنه الاستثماريه، المشروعات اللي الدوله بتقوم بيها، طرق وصرف صحي ومياه شرب وكباري وما الى ذلك، وكهرباء طبعا بالتاكيد. فالحقيقه الجزء الموجه للانفاق الاستثماري هو بالفعل في موازنه العام الحالي وموازنه العام السابق ارتفعوا بشده لما يقترب من الضعف. يعني بنتحدث حاليا في حدود 110-120 مليار جنيه، بالمقارنة مع عادة احنا كنا معتادين على انه الموازنة الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة في حدود 65-67 مليار جنيه، وبالتالي الانفاق الاستثماري بالفعل هو بيتزايد. مسألة انه التمويل اللي يأتي من الخارج مهم انه يكون له ضوابط، ده امر صحيح مهم. وبالمناسبة الرئيس في اجتماع منذ عدة أشهر مع وزيرة التعاون الدولي كان بيحرص على التأكيد على هذه الأمور، أنه أي تمويل يأتي من الخارج بنقد أجنبي مهم أنه يوجه ليه مشروعات استثمارية لها جدوى اقتصادية، لها جدوى زمني منضبط في التنفيذ، وأيضا يكون العوائد أو إيراداتها تكون يحبذا بالنقد الأجنبي عشان تكون قادرة على سداد خدمة هذا الدين. فده بالفعل المفترض يكون بيتم حاليا. بالتأكيد الأمر يحتاج لمتابعة من جانب مجلس النواب. الحقيقة أنا دايما بشد على دور مجلس النواب في الوضع الاقتصادي اللي احنا بنمر بيه حاليا، لأنه احنا محتاجين مجلس النواب بشدة، مش بس انه يكون عين على الحكومة لكن كمان يكون عين الحكومة، لأنه اتضح في بعض الملفات، في بعض القضايا، فساد القمح وغيره، احنا الحقيقة كان مجلس النواب هو عين الحكومة، هو اللي شاف بعض المخالفات و الجرائم اللي كانت بترتكب في حق الاقتصاد وفي حق المواطن فيها بالظبط. وبالتالي احنا محتاجين مجلس النواب، خاصه انه التفعيل لبرنامج الصرف الاقتصادي مش بس هو مجهود حكومي خالص، لكن مؤكد انه هيحتاج اطر تشريعيه لا يمكن ان تمر الا من خلال مجلس النواب. وبالمناسبه كمان اتفاقيه صندوق النقد وهذا التمويل من المفترض انه هيعرض على البرلمان، فمحتاجين انه البرلمان يساند الحكومه، يكون ماشي معاها، بس ده علشان يتحقق يبقى مهم نقطه البدايه ان الحكومه تكون بتحيط مجلس النواب علما بكل المستجدات في اطار من الشفافيه المطلقه. مهم ان الحكومه تدير ملفاتها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والامنيه في اطار توافق تام وتنسيق كامل مع المجلس النواب، لانه اتصور انه هو ده اللي يضمن لنا نجاح التنفيذ برنامج الصرف الاقتصادي، لانه لو كلنا اشتغلنا ضد بعض مؤكد انه ده هيدفع الاقتصاد المصري ثمن كبير. دكتور دلوقتي هل هناك مثلا شروط معينه لتخصيص جزء من القرض على تعليم، على صحه، ولا هي الحكومه هي اللي هتتصرف بقى وهي اللي هتحدد ايه مناطق الصرف او ايه المشاريع او الحاجات اللي المفروض يتصرف عليها هذا القرض؟
خلينا نفرق ما بين التمويلات اللي بتاتي من البنك الدولي والتمويلات اللي بتاتي من صندوق النقد الدولي. تمويلات البنك الدولي عاده بتاتي لقطاعات بعينها، بتاتي لمشروعات معينه، بيستعرض البنك الدراسات الجدوى الخاصه بيه، بيتابع برامج التنفيذ وما الى ذلك. تمويلات الصندوق النقد عاده بتاتي للاقساط، مش بتاتي لا لقطاع ولا لمشروع، فهي بتاتي للاقساط، لكن مؤقت بيكون في درجه من التوافق فيما بين اداره الصندوق والحكومه المصريه على اوجه الانفاق. لكن مساله الاشتراطات، الحقيقه انا ما بحبش كلمه لا شروط ولا اشتراطات، استخدم تعبير الضوابط، لانه واقع العمل صندوق النقد زي البنك الدولي زي اي مؤسسه تمويل، هي حينما تمنح ائتمان مؤكد انه بيكون هناك عدد من الضوابط لمنح هذا التمويل. فالاقتصادات حينما تتوافق مع هذه الضوابط فمؤكد بيكون الامر يسير وبتحصل على التمويل. فالحقيقة ما وضعوا الصندوق هو بالمناسبة ما وضعوش لمصر، هو وضعه لأي تمويل بيخرج من الصندوق لأي دولة على مستوى العالم، هي ضوابط منح التمويل. فمؤكد انه علشان نصل لصندوق النقد ونطلب مساعدة ونطلب تمويل في ظل اختلالات هيكلية موجودة في الاقتصاد، كان مؤكد انه الصندوق لن يوافق، لانه هذا الوضع الاقتصادي بمؤشراته لا يتوافق مع متطلبات الصندوق. وفي هذا الشأن الحقيقة كان مهم انه الحكومة تفسح عن مستهدفاتها فيما يتعلق ببرنامج الصرع الاقتصادي، اللي هو كان بشكل اساسي ثلاث مستهدفات بيتفرع منهم مستهدفات اخرى، لكن بشكل اساسي كان ما يتعلق بنسبه الدين العام للناتج المحلي اللي هي بالفعل بتقترب حاليا من نسبه 100%، مهم انها تنخفض مع التنفيذ الفعلي لبرنامج الصرع الاقتصادي الى نسبه 88%. المستهدف الثاني هو النزول من مستويات التضخم من مستوياته الحاليه اللي في حدود 16% الى ما دون 10%، والمستهدف الثالث هو ما يتعلق بعجز الموازنه العامه، نزوله من مستواه الحالي اللي هو 12.2% الى ما دون 10% كمرحله اولى. فدي مستهدفات الحكومه اللي ارتضاها صندوق النقد الدولي، وفي ضوء ده هيتابع تنفيذها والالتزام بتحقيقها على ارض الواقع خلال الفترات القادمه. وعشان كده الصندوق ما بيمنحش تمويله مره واحده، هو منح الشريحه الاولى، لكن مؤكد انه هيكون في عدد خمس مراجعات دوليه مع الحكومة المصرية لمتابعة تنفيذ الحكومة للبرنامج وتحقيق المستهدفات اللي وعدت بها الحكومة في برنامجها. دكتور، يمكن أنا قريت البرنامج، ولكن طبعا حضرتك أكيد اطلعت عليه وشفته تفصيليا، حابة كده إن احنا يعني نقول للناس، هل البرنامج كان فقط المستهدف ولا كان هناك خطة الحكومة وضعها؟ والله أنا عندي المستهدف رقم واحد وخطته 1 2 3، يعني نعرف الناس كده إيه اللي حاصل. لا، هو بالتأكيد الأمر مش مجرد مستهدف، هو في برنامج قد لا يكون معلوم للجميع، لكن مؤكد أنه داخل الحكومة في المستهدفات لها برامج وخطوات تنفيذية. يمكن عبنا على الحكومة الفترات الماضية عدم انتهاجها منهج أو مبدأ الشفافية بشكل واضح، ليس فقط مع مجلس النواب لكن أيضا مع المجتمع ككل، لأنه مهم جدا أن المجتمع لما بيتفهم الوضع الاقتصادي ويتفهم الخطوات اللي بتزعم الحكومة أنها هتحققها وهتنفذها، مهم أنه المواطن يكون على علم بيها. مؤكد أنه تحركات الحكومة في بعض الملفات في بعض الأمور ما ينفعش أن احنا نفصح عنها، يعني مثلا تحريك أسعار مشاقات، البعض اللي بينتقد طب ما كنتوا قلتوا لنا، ما ينفعش، لأنه مؤكد ده كان هيؤدي إلى خلق بعض المشاكل، الأمر اللي يخفي السلع نفسها أو الخدمة نفسها. لكن فيما يتعلق بقطاعات أخرى، قطاع الكهرباء مثلا، ما فيش مشكلة أنه يتم الإفصاح عنه، وده بالفعل أعلن منذ عامين أنه أسعار الكهرباء هيتم تحريكها بشكل سنوي، معروف التعريفة على كل شريحة على مدى 5 سنوات، بالفعل التزمنا ب3 أعوام ومتبقي عامين على هذا التفعيل. ففي بعض الأمور معروفة معلنة، لكن الحقيقة في بعض الأمور الأخرى محتاجين بقى نشتغل عليها بشكل قوي وسريع. مسألة الدين العام والنزول به وكيفية التعامل معه، وخاصة أنه كجزء من برنامج الصرع الاقتصادي انه لازم سعر الصرف يكون بيدار اداره مرنه، وده استتبعه انه البنك المركزي يرفع سعر الفايده على الجنيه كي يزيد من جاذبيه الجنيه امام الدولار، وبالتالي يجبر حيازي الدولار على التخلص منه علشان ما يحوش مزيد من الخسائر، وبالتالي القرارات اللي اتخذت
سواء كان تحليل سعر الصرف اللي بالتاكيد هيحمل على موازنه العمل للدوله رقم مش قليل، لانه مؤكد انه السلع الاساسيه اللي بتستوردها الدوله سواء كان اسعار مشتقات بتروليه او سلع استراتيجيه قمح وسكر ورز وما الى ذلك، مؤكد انه ده هيضيف حمل على موازنه الدعم، لان احنا كنا بنستورد على 8 جنيه 88، دلوقتي هنستورد على 15 او 16 او 17، فده مؤكد بنتكلم على تقريبا الضعف. فاما انه الحكومه تقرر انها ترفع الدعم بشكل مطلق عن هذه السلع، وده امر اتصور انه لن يحدث لانه مؤكد الوضع الاقتصادي وحال المواطن لا يسمح بهذا، فمؤكد انه الامر هيستتبعه وهينتج عنه ارتفاع في موازنه دعم السلع الغذائيه. الامر الثاني اسعار المشتقات البتروليه اللي بالفعل ايضا من شان تحريك اسعار الصرف من 8.88 الى 15 او 16، انه ده بيزيد من فاتوره الاستيراد فيما يتعلق باسعار المشتقات البتروليه، هو الى حد ما تحريك الاسعار في الداخل البنزين والسولار هيعوض نسبيا. وشفنا بالفعل بدا يعني شفنا تحريك موضوع الاسعار ده، احنا شايفين ده علشان يخفف، يعني تحريك اسعار البنزين والسولار في الداخل ده خفف من الموازنه العامه للدوله الضغط، لانه مساله احنا كنا بنستورد ب 8 جنيه 88 بقينا نستورد ب 15 او 16، ده بيضعف او بيضاعف الرقم اللي كنا بنستخدمه في الاستيراد، فده كان هيزيد من الحمل او العجز في الموازنه العامه. فده امور مهمه ان الحكومه تعمل على ضبطها. والامر الثاني هو تكلفه التمويل، لانه احنا مقدر في موازنه العام المالي الحالي موازنه لتكلفه خدمه الدين 292 مليار جنيه، مؤكد بعد رفع اسعار الفائده هذا الرقم متوقع له الزياده في حدود يمكن 60 مليار جنيه. فمهم جدا انه الدوله تراجع كيفية تدبير هذه التمويلات اللي زادت من عجز الموازنة العامة للدولة. مهم ان احنا نلتزم بالمستهدف في عجز الموازنة، النزول من ال 12.2 الى 10. من شأن القرارات الأخيرة سواء كان تعويم او رفع سعر الفائدة انه يرفع عجز الموازنة من 12.2 ل 14، وبالتالي مهم جدا انه الحكومة، وده يجب ان يتم بالتوافق مع المجتمع مع مجلس النواب مع الجميع، انه مهم ان احنا يكون عندنا عادة هيكلة حقيقية للموازنة العامة للدولة، ما يجبش بس اني انظر لي هيكل النفقات، لكن مهم جدا ان نبحث عن موارد اضافيه للدوله. مش عايزين دايما يكون الطريق السهل اللي الحكومه دايما بتلجا ليه انها تحط ايديها في جيوب المواطنين، مهم قوي انه الحكومه تبحث عن عدد من الامور اللي تزيد من ايراداتها. ما يصحش انه الدوله ترفع اسعار السلع على المواطن محدود الدخل وعندنا شركات في قطاع الاعمال بتخسر نص مليار كل سنه، امر بعيد بالتاكيد. ومهم جدا انه الدولة تراجع هذه الملفات، الأصول الغير مضارة إدارة اقتصادية في كل الوزارات في كل المحافظات في كل الهيئات، مهم قوي إن هذه الأصول تدار إدارة اقتصادية. وعشان كده عايزين نرجع تاني للفكرة اللي بتطرح وتختفي كل فترة، فكرة الصندوق السيادي اللي يقول إليه كل الأصول غير المستغلة في الجهاز الإداري للدولة كي يعيد إدارتها بشكل كفء، وبالتالي يحقق منها أو من خلالها مزيد من الموارد، وبالتالي يخفف من ضغط الحكومة على المواطن محدود الدخل. طبعا أتمنى كلنا يعني حضرتك كل الكلام اللي بتقوله أنا بأيد حضرتك جدا طبعا فيه. دكتور هنستكمل إن شاء الله حديثنا ومشاهدينا، هنستكمل بإذن الله لقائنا النهاردة مع دكتور هشام إبراهيم، وهنتكلم عن تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه زي ما الناس كلها تتكلم عنه، ومواضيع أخرى هنتطرق ليها، ولكن فاصل ونرجع نستكمل لقائنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، هنستكمل لقائنا بصحبة الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور نستكمل اللي الكلام اللي كنا بنتكلم فيه موضوع القرض، هل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي شهادة نجاح للإصلاحات الاقتصادية اللي بتقوم بيها الحكومة مؤخرا؟ بالتأكيد، هو الحقيقة النقلة النوعية تحققت من القرارات اللي اتخذت على أرض الواقع مش من موافقة الصندوق. يعني قرار تعويم الجنيه ده في حد ذاته فتح الباب أمام الاستثمارات سواء كان استثمارات مباشرة أو غير مباشرة. مؤكد الاستثمار المباشر هيتأخر نسبيا لحد لما الحكومة تخلص الهوم ورك بتاعها، اللي هو يمكن بشكل أساسي طبعا قانون الاستثمار اللي محتاجين أنه يدخل بسرعة على مجلس النواب كي يتم اقراره، حزمة التشريعات الاقتصادية اللي بتكمل المناخ الاقتصادي سواء كان ما يتعلق بقانون العمل الموحد، قانون التأمينات، قانون الإفلاس، كل الأمور دي مهم أنه يتم الإنجاز فيها. ف
في أسرع وقت ممكن علشان نشوف تدفق بقى استثمارات كبيرة في الاستثمار غير المباشر، اللي معناه إنه بنعمل مشروعات، بنعمل مصانع، بنخلق فرص عمل، بنزود مستوى دخل للمواطنين، بنطلع سلع، وبالتالي موجة ارتفاع الأسعار اللي بنشوفها تبتدي تهدى شوية. ده ما يتعلق بالاستثمار المباشر. الاستثمار غير المباشر أتصور إنه هنبتدي نشوف تحركات عنيفة خلال الفترة القادمة لضخ استثمارات بالنقد الأجنبي في الاستثمار غير المباشر. الواقع العام مؤشرات التداول في بورصة الأدوار المالية اللي بتشهد ارتفاعات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه، ده بالفعل بيزيد من النشاط داخل سوق المال. بدينا نشوف أرقام تقترب من 2 مليار جنيه حجم التداول يوميا، بعد ما كان المتوسط بتاعنا تقريبا 500 مليون جنيه. فده معنى كده انه بيدخل مزيد من تدفقات النقد الاجنبي للاستثمار في سوق المال. ده ايضا من شأن زيادة حجم التداول انه واقدام مستثمرين جدد انه يعطي انطباعات ايجابيه عن لو اقدمت الحكومه على طرح عدد من الشركات العامه في سوق المال يتم تغطيتها ويتم نجاح. فدي مساله مهمه جدا اتصور خلال الفتره القادمه ايضا مع بعض التقارير اللي بتصدر، سواء كان التقرير الاخير اللي صدر من ستاندرد بوز اللي بيدعم المناخ الاستثمار وبيدفع النظره المستقبليه للاقتصاد المصري من سالب الى مستقر. بالتاكيد ده مساله مهمه بتشجع مناخ الاستثمار. ايضا التقرير اكثر اهميه هو ما صدر من مؤسسه ميريل لينش اللي بتحبز او بتشجع المستثمرين الاجانب كي يضخوا استثمارات في ادوات الدين العام الحكوميه. هذا البند اللي هي كان منخفض بشده، الاستثمارات الاجنبيه في ادوات الدين العام كانت ضعيفه، هي بالمناسبه هذا الرقم كان بيصل ل 10 مليار دولار قبل ثوره 25 يناير 2011. فمن شان انه تحرير او تعويم سعر الصرف، ومن شان دفع اسعار الفائده، انه اصبح الاستثمار في ادوات الدين الحكوميه اذون الخزانه وسندات الخزانه بقى الاعلى على مستوى العالم. وده بالتاكيد هيشجع كتير من المستثمرين الاجانب كي يضخوا استثمار، وبالتالي مزيد من النقد الاجنبي ياتي لشريان الاقتصاد المصري نتوقعه بشده خلال الايام والاسابيع القادمه. يمكن حضرتك قلت مؤسسه ستاندرد بورز، هذه المؤسسه او وغيرها من المؤسسات العالميه الكبيره وقت ما تتكلم وتقول ان انا بثق بالفعل في الاقتصاد المصري، يعني ده هل شهاده من المجتمع الدولي؟ شهاده كبيره اعتقد ان لا، الاقتصاد المصري فيه هناك ثقه في الاقتصاد المصري وهتشجع في ضخ استثمارات اكبر اعتقد في السوق. بالتاكيد نقطه البدايه الصعبه اتحققت بالفعل، مهم بقى ان احنا نشتغل عليها، ننجز بقى كل الملفات اللي موجوده عندنا، الاطر التشريعيه اللي اتكلمنا عليها، حزمه التشريعات المطلوبه انها تصدر من مجلس النواب، مهم ان الحكومه تتحرك عليها بشكل عاجل وسريع. ايضا التفعيل على ارض الواقع لل 17 قرار، القرارات الحاسمه اللي اصدرها المجلس الاعلى للاستثمار، مهم جدا انها تترجم على ارض الواقع، لانه من شأن تنفيذ هذه القرارات مش بس انها هتعطي دفعه قويه لمناخ الاستثمار، لكن كمان هتقلل من عجز الموازنه العامه للدوله. وبالتالي مهم جدا انه الحكومه تفعل على ارض الواقع ما تاخذ من قرارات من المجلس الاعلى للاستثمار، لانه هي دي بالونة الاختبار مع الحكومة. مجتمع العمال مازال منتظر من جانب الحكومة يبتدي ايه يشوف الى اي مدى الحكومة بتستجيب، الى اي مدى الحكومة بتتحرك على ارض الواقع. مهم انه الحكومة تنجز هذه الملفات بشكل عاجل وسريع علشان تصل برسائل مهمة لمجتمع العمال، وعلشان تخفف من حجم الضغوط اللي ملقى على الموزع عمل الدولة. يعني انا ممكن اخد من كلام حضرتك ان الكورة بقت ملعب الحكومة دلوقتي. الحكومة ومجلس النواب ومجتمع العمال، اتصور الكورة في ملعب الجميع. هي مش عايزين بس نخص بيه الذكر الحكومة، لان الحكومة لوحدها مش هتعمل حاجة. الحكومة عليها عبء كبير لازم تعمله، لكن كمان مجلس النواب عليه حمل كبير. مهم في الوقت الحالي نشتغل مع بعض، يعني مسألة انه نشتغل بقى على الدوائر الانتخابية والصوت الانتخابي، وان احنا نبتدي نخبط شوية في الحكومة عشان الاسهم تعلى، انه القرارات اللي اتخذت لا، مهم قوي ان احنا زي ما انا بقول دايما احنا دلوقتي في اوضه العمليات. ما يصحش ان احنا حد بقى يسيب العمليه شغاله وبعدين يبتدي يتخانق مع الدكاتره او ما الى ذلك. مهم جدا ان احنا نشتغل كلنا مع بعض في الوقت الحالي. دي مساله مهمه مش بس مجلس النواب، مجتمع الاعمال كمان. هي مجتمع الاعمال بيطالب بقاله فتره طويله، كان عندهم مشاكل بالتاكيد، كانش ينفع ان احنا نشوف استثمارات في ظل التفاوت في اسعار الصرف، في ظل عدم وجود رؤيه اقتصاديه، في ظل بيروقراطيه، في ظل عدم وجود قانون الاستثمار. مؤكد انه كل هذه الامور حينما تنضبط محتاجين بقى مجتمع الاعمال، ونقطه البدايه فيه هو رجال الاعمال المصريين.
لانه لا اتصور ان احنا يمكن ان نجتذب استثمارات اجنبيه والمستثمر المصري ما بيحطش استثماراته. فدي الحقيقه اللي احنا محتاجينها نشوفها بشده خلال الفتره الحاليه والقادمه، انه محتاجين بقى نشوف رجال الاعمال المصريين بداوا يحطوا استثماراتهم في الانشطه الاساسيه. كان عندنا وضع معيب ومخل خلال العشر الماضيه انه رجال الاعمال المصريين ما بيحطوش استثماراتهم في الانشطه الانتاجيه، كانوا بيحطوها في الدولار وبيحطوها في الذهب. اتصور انه هذه الامور بعد ما سعر الصرف تم تعويمه، واتصور انه الذهب ايضا متوقع له، طبعا هو ارتفع بشده خلال الفتره خلال اليومين الماضيين بفعل فوز دونالد ترامب بالرئاسه الامريكيه، لكن اتصور خلال الفتره القادمه الذهب متوقع له مزيد من الانخفاض، وبالتالي مهم بقى انه رجال الاعمال يتركوا هذه الاستثمارات الماليه سواء كان نقد او ذهب، وبعدين يبداوا يستثمروا في الانشطه الانتاجيه، لان هو ده اللي هيبني الاقتصاد. واقع الامر مستهدفات الحكومه في برنامجها نزود استثمار، نزود تصدير، نقلل من الاقتصاد، ده كل ده مبني على مجتمع الاعمال. يعني مجتمع الاعمال هو صحيح الحكومه هي اللي بتهيئ المناخ، لكن مجتمع الاعمال هو اللي هيشتغل، هو اللي هيصدر، هو اللي هيحط استثمارات، وبالتالي عايزين نقول ان الحكومه عليها دور، مجلس النواب عليه دور، مجتمع الاعمال عليه دور، البنك المركزي كان عليه دور خطير جدا نجح فيه حتى هذه اللحظه بكفاءه عاليه اداره سعر الصرف، وانه النقد الاجنبي يدخل مره اخرى لشرايين الاقتصاد المصري، ده كان الحقيقه كان امر معيب في وجه الاقتصاد المصري وفي وجه كل مصري، انه الدولار يتم تداوله على الصفه، يعني المستثمر او اللي عايز يسافر كان عشان يقدر يسافر او يقدر يستورد سلعه كان مهم انه ينزل على الرصيف يلم الدولار. كان ممكن نشوف في مرحله لاحقه انه الدوله نفسها هي اللي بتنزل على الرصيف تلم الدولار عشان تستورد قمح عشان رغيف العيش بتاع المواطن، كان امر معيب الحقيقه، كان بيسيء للاقتصاد المصري داخليا وخارجيا. الحمد لله هذه الخطوه تمت حتى هذه اللحظه بنجاح، اتصور مزيد من النجاح متوقع داخل الجهاز المصرفي خلال الفتره القادمه، مزيد من تدفق الدولار بدا ياتي بالفعل للجهاز المصرفي، اصبح هو اللي بيمتلك زمام الامور والمبادره واداره سعر الصرف، وبالتالي البنك المركزي الحقيقه بالقطاع المصرفي قطع الشوط المهم اللي كان المفروض يقوم بيه. اتصور انه خلال الفتره القادمه مزيد من المتابعه، وانه باقي الاطراف مجتمع الاعمال الحكومه مجلس النواب كله يعمل ما يجب ان يقوم بيه. اتصور انه برنامج الصرف الاقتصادي اللي هو مصري خالص 100% اتصور انه سوف ينجح وسوف يظهر نتائجه اتباعا على المواطن. بما ان حضرتك قلت المواطن المصري، طيب دلوقتي الناس اللي بتتفرج علينا ممكن يقول لك يعني اتكلمنا عن ارتفاع في الاحتياطي النقدي، واتكلمنا عن ان القرض هيساهم في خفض التضخم، انا كمواطن ايه اللي هيعود عليا بشكل مباشر وممكن ان انا المسه يعني؟ طيب خلينا نوضح المواطن كان بيعاني من ايه الفتره اللي فاتت؟ بيعاني من ارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار قد يكون مرجوع عده امور. مفيش سلع بيتم انتاجها لانه مفيش استثمار، يعني طول ما مفيش استثمار مفيش سلع هتنتج، يبقى عدد السلع او المعروض قليل يبقى السعر هيزيد. الامر الثاني الاحتكار او المواساه الاحتكاريه اللي كانت بتمارس من البعض. موضوع الاحتكار او المواساه الاحتكاريه ده مفترض انه يكون الحكومه بتبذل فيه مجهود مهم مع مؤسسات المجتمع المدني، جماعه حمايه المستهلك او الاستهلاك، وجهاز حمايه المنافسه ومنع المؤسسات الاحتكاريه، دول مهم انهم يفعلوا ادوارهم خلال الفتره الحاليه. لكن مساله الحقيقه انه ما كانش فيه استثمار، ده كل القرارات اللي اتخذت خلال الايام الماضيه هو ده كان هدفها الاساسي، انه يبقى فيه استثمار، ولما يبقى فيه استثمار يبقى فيه سلع بيتم انتاجها، لما يبقى فيه وفره في المعروض في هذه الحاله الاسعار هتعود مره اخرى لمعدلها الطبيعي. لكن طول ما فيش استثمار، يعني ما فيش السلع بتنتج، في هذه الحاله ما حدش يلوم حد، لانه طبيعي ان الاسعار هتتفع، لانه طالما انه السيوله موجود في ايدين البعض، هي بالتاكيد مش موجوده في ايدين الجميع، لكن طالما في سيوله موجوده في ايدين البعض في ظل ندره او انخفاض في عدد السلع الموجود، وفي ظل الضوابط اللي اتخذت ليه الحد من فوضى الاستيراد، مؤكد ان الاسعار كانت هتزيد. اتصور خلال الفتره القادمه مع مزيد من دخل الاستثمار في شرايين الاقتصاد، اتصور ان هيكون في وفره في ما ينتج من سلع وخدمات، وبالتالي الاسعار سوف تعود مره اخرى، بالاضافه الى انه انخفاض سعر الدولار اللي متوقع خلال الفتره القادمه، هو بالمناسبه الدولار خلال اليومين خلال الثلاثة أيام الماضية انخفض حوالي 1.5 جنيه، أتصور له مزيد من الانخفاض خلال الفترة الجاية، لكن مؤكد إنه انخفاض أسعار السلع على خلفية انخفاض أسعار الدولار، أتصور إنها تأخذ بعض الوقت، لأنه إحنا اعتدنا داخل الأسواق المصرية إنه الأسعار لما بتزيد ما بترجعش بسهولة. طيب بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي،
هل من الممكن الاستغناء عن المساعدات الخليجية مثلا، وخصوصا ان هي ليست منح او قروض ولكن هي غالبا ودائع، فممكن فعلا احنا نستغنى عنها بقرض صندوق النقد الدولي؟ معقد الاقتصاد المصري اللي اعتاد على مزيد من المساعدات والمنح والهبات من الخارج على مدار عقود طويله، هذا الامر لم يبني الاقتصاد المصري. ومؤكد انه احنا بانتقالنا فيما بعد ثوره 30 يونيو، مؤكد انه كان حجم المساعدات كان كبير للغايه. في مرحله تاليه، وده الحقيقه منذ حوالي عام، تحولت فكره التمويل من المساعده الى التمويل بتكلفه، بين نحصل على تمويل او ودائع مؤكد انه ليها تكلفه. المرحله التاليه هي مرحله الاستثمار، هيجي لنا استثمارات وبالتالي مش هنبقى محتاجين مزيد من التمويل بالنقد الاجنبي او مزيد من المساعدات الخارجيه. دي مساله مهمه جدا، لكن مؤكد المنطقه ومصر والظروف اللي مرت بيها، مؤكد انه كان ضاغط على الوضع الاقتصادي. احنا مصر كان وضعها الاقتصادي سيء للغايه قبل 25 يناير 2011، دخلنا بثورتين مؤكد رجعوا المجتمع ورجعوا الوضع الاقتصادي لمستويات بعيده، وبالتالي علشان الامور تعاد مره اخرى لوضعها الطبيعي وكي يشعر المواطن بتحسن في مستوى معيشته، ده مؤكد بيحتاج فتره من الزمن، لكن مهم انه برنامج الصحه الاقتصادي ينفذ على ارض الواقع مع مزيد من التنفيذ والتفعيل لهذا البرنامج، مع مزيد من تدفق رؤوس الاموال. اتصور انه هيكون في مردود ايجابي على المواطن، سواء كان في خلق فرص عمل، سواء كان في ارتفاع مستوى الدخول. مهم كمان ان الحكومه تبتدي تتحرك في بعض الامور زي فكره الضريبه التصاعديه او رفع الحد الاعفاء الضريبي، علشان المواطن اللي مش قادر الحقيقه يتعايش في الوقت الحالي مع الموجه العنيفه من ارتفاع الاسعار يقدر على الاقل يتعايش. دكتور، حابة ان انا انتقل لموضوع هو اثار جدل واحاديث كثيره حوله في الفتره الاخيره، وهو تعويم الجنيه او تحرير صرف العمله. عايزه كده وحابه ان احنا نعرف الناس بشكل سلس وبسيط يعني ايه تعويم الجنيه، وخصوصا احنا شفنا كل ادلى بدلوه يعني في معنى تعويم الجنيه، نعرف بقى من المتخصصين يقولوا لنا يعني ايه ويفهموا الناس كده. طيب، هو الوضع كان فيما سبق انه البنك المركزي بيتدخل بشكل او باخر في تحديد سعر الصرف، وده الحقيقه كان علشان يحافظ على الوضع الاقتصادي ويحافظ على تحديدا المواطن محدود الدخل. فالحقيقه على الرغم انه الاقتصاد المصري تأثر بالسلب خلال السنوات الماضيه بفعل الثورتين، لكن ده الحقيقه كان بيتواكب معاه انه البنك المركزي كان حريص على المحافظه على المواطن، وبالتالي كان بيسعى جاهدا الى الاحتفاظ بسعر الصرف في نطاقه ما يبعدش كتير، وده الحقيقه جاء بالسلب على انخفاض الصافي الاحتياطي من النقد الاجنبي اللي كان في حدود 36 مليار دولار قبل ثوره 25 يناير. فمؤكد في الوقت الحالي لما البنك المركزي حرر سعر الصرف، فهو معنى كده انه هو سابه القوى العرض والطلب هي اللي تحدد سعره. زي ما كنا بنشير لانه السلع حينما يتم تحديد سعرها جبرا وقسرا، في هذه الحاله السلع هتختفي. ده اللي كان بيحدث في النقد الاجنبي في الدولار، انه لما كنا محددين سعره والكل شايف انه سعره لا يعبر عن الوضع الحقيقي، فالدولار كان بيختفي. بدينا نشوف الحقيقه بعض، مش بس مواطنين افراد لكن كمان رجال اعمال، بقوا يستخدموا الدولار على انه سلع في حد ذاته. مفترض انه النقد الاجنبي ده وسيله للمبادله، اه كانوا بيشيلوها وبيخزنوها طبعا. صحيح، فده في حد ذاته كان بيحجب جزء من النقد الاجنبي خارج الاخطر الرسميه، وبالتالي ده كان بيؤدي لمزيد من ارتفاع سعر. مؤكد لما البنك المركزي حرر سعر الصرف وطلقه ويتم تحديده وفقا لقوى العرض والطلب، مؤكد انه الطلب المفتعل او ليس له مبرر هيختفي، اللي هو فكره المضاربه او الدولاره. الكل سوف يدرك ان لم يكونوا يدركوا بالفعل خلال الايام الماضيه انه الاحتفاظ بالدولار مش هيكسب، لانه احنا عندنا دلوقتي اعلى سعر ليه فائده على الدولار داخل البنوك في الاوعيه الداخليه 5%، الفائده على الجنيه وصلت لحوالي 20%، وبالتالي انا عندي فرق فيما بين الفائده على الجنيه والفائده على الدولار 15%، فمن يحتفظ بالدولار لمده عام سوف يخسر 15% بالاضافه الى التوقع بانخفاض اسعار الدولار داخليا، وبالتالي هيحقق خسائر راس ماليه في انخفاض سعر الدولار امام الجنيه، وهيحقق فقدانه ل 15% سعر فائده، وبالتالي اتصور خلال الفتره القادمه كل من لديه او يحتفظ بالدولار سوف يغيره داخل القطاع المصرفي، وبالتالي ده هيخلي فيه وفره في النقد الاجنبي. ففكره التعويم مفترض انها بتنعكس ايجابيا. صحيح لسه مازال السعر، ده اللي من كلام حضرتك يعني ان هو تاثيره ايجابي. صحيح، هو السعر مازال الى حد ما برضه مرتفع عن التوقعات او عن القيمه الحقيقيه للجنيه، لكن اتصور خلال الاسابيع والاشهر القادمه بعد ما السوق هيستقر وبعد ما القطاع المصرفي
يضع يده على الجزء الاكبر من الدولار سوف ينزل بسعر الدولار، وتصور انه ده هيكون انعكاسه ايجابي للغايه على الاقتصاد المصري. والله يعني اعتقد حضرتك شرحت للناس يعني ايه تعويم الجنيه بشكل ابسط كمان من اللي ساعات بنشوفه متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا هنروح فاصل ونرجع نستكمل لقائنا عن تعويم الجنيه وايضا قرض صندوق النقد الدولي، ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا مرة تانية نتكلم مع دكتور هشام إبراهيم عن موضوع زي ما قلنا تعويم الجنيه. يمكن يا دكتور بالفعل شفنا مع هذا القرار كان هناك ارتفاع في البورصة يمكن بلغ 90 أكثر من 90 مليار. هذا التأثير هو من ضمن اللي حضرتك كنت تتكلم عنه أنه تأثير إيجابي لتحرير سعر الصرف؟ بالتأكيد، لأنه الحقيقة المستثمر في البورصة اللي هو مفترض أداء سوق المال بيعكس الوضع الاقتصادي، لكن المستثمر عادة بينظر للمستقبل. وارتفاع العنيف اللي شهده سوق المال على مدار الستة جلسات الماضية ده معناه مزيد من الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري. معنى كده أنه المستثمر شاف أنه القرارات اللي اتخذت سواء كان ما يتعلق بسعر الصرف، سواء كان ما يتعلق ب تحريك اسعار بعض المشروعات البتروليه كي يتم اعاده الانضباط مره اخرى لموازنه الدعم، دي كلها امور بتصب في مصلحه الاقتصاد المصري، وبالتالي ده انعكس ايجابيا على موجه ارتفاع الاسعار اللي شهدها مؤشرات سوق المال، سواء كان المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 او حتى مؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه الاي جي اكس 70. الامر الاكثر اهميه من ارتفاع مؤشرات التداول هو ارتفاع قيم واحجام التداول، لانه عاده المستثمرين الاجانب بيشغلوا بجزء او بنسبه من حجم التداول، وبالتالي كل ما رقم التداول يزيد، يعني لو احنا كنا بنشتغل 500 مليون كحجم تداول يومي، لو احنا قلنا الاجانب بيشتغلوا بنسبه 10% هيشتغلوا 50 مليون، لو حجم التداول وصل ل 2 مليار وقلنا ان هم هيشتغلوا بذات النسبه اللي هي ال 10% معنى كده ان هم هيشتغلوا ب 200 مليون، وبالتالي كل ما بيزيد حجم التداول كل ما معنى كده ان المستثمرين الاجانب يقدروا يشتغلوا اكتر، يقدروا يحطوا نقد اكبر، وبالتالي ده مؤكد انه هيحقق وفره في النقد الاجنبي داخل الاقتصاد، هيحقق مزيد من التمويل للاقتصاد المصري. ده مؤكد انه خطوه مهمه كاستثمار غير مباشر اللي مفترض بيتلوها مباشره التوجه للاستثمار المباشر. يعني برضو اعتقد عايز اعرف راي حضرتك في موضوع قرض صندوق النقد الدولي وتاثيره على البورصه، وخصوصا في يعني في بدايه بقى تعاملات الاسبوع، شايف هيبقى عامل ازاي؟ مؤكد هيبقى مزيد من جني مزيد من ارتفاع الاسعار. احنا قلنا عشان الثقه بقى خلاص. صحيح، لانه كمان ده الموافقه في حد ذاته شهاده ثقه، وكمان التمويل اللي جاي بيدعم الاحتياطي في البنك المركزي، فده مؤكد هيبقى فيه مزيد من ارتفاع في مؤشرات التداول، مزيد من ارتفاع في قيم واحجام التداول. بالمناسبه احنا طالعين من مستوى تقريبا حوالي 7200 نقطة، احنا بنتجاوز 10600 نقطة على المؤشر الرئيسي، وبالتالي مزيد من الارتفاع ده هيكون امر متوقع خلال الفترة القادمة. لكن الحقيقة خلينا برضو نقول واحنا بنتحدث عن سوق المال انه عادة بيبقى فيه مراحل لجني الارباح، يعني مع الارتفاع القياسي اللي شهده سوق المال خلال الجلسات الماضية نتوقع في بعض الجلسات هيكون فيها جني أرباح، وارد يكون المؤشر هينخفض في بعض الجلسات كي يتم جني الأرباح، لكن على المدى المتوسط والطويل مؤكد مؤشرات التداول سواء كان ارتفاعات في المؤشرات أو ارتفاعات في قيم وأحجام التداول مؤكد أنها هتتجه لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. هل سيظل تدفق الأموال الأجنبية على البورصة المصرية؟ بالتأكيد، لأنه كما أشرنا أنه كل ما بيزيد حجم التداول كل ما بيخلي الأسهم أكثر نشطة، درجة سيولتها بتبقى عالية، وبالتالي ده يشجع المستثمرين الأجانب على أنهم يشتغلوا في سوق المال، بالإضافة إلى أنه قرارات الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي لما بيهيئ مناخ الاستثمار ده مؤكد بيجعل من السوق المصري أكثر جاذبية بالأسواق الأخرى. خلينا برضو نشير إلى القرار الجديد اللي اتخذه المركز على الاستثمار بإرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة لثلاثة أعوام قادمة، ده كمان الحقيقة وصل رسالة مهمة وإيجابية لمجتمع الأعمال المستثمرين في سوق المال سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، بالتالي مفيش تخوف قوي خلال الفترة القادمة. أتصور إنه مهم بقى إنه أداء الشركات ذاتها
يكون في اطار ايجابي، لان مؤكد القرارات الاخيره قد تنعكس بالايجاب على بعض الشركات وقد تنعكس بالسلب على اداء شركات اخرى. اتصور انه اللي احنا شاهدناه خلال الجلسات الماضيه السوق كله بيرتفع بكل قطاعاته بكل اسهمه، خلال الفتره اللي جايه مؤكد هيكون في عمليات شراء انتقائيه، وبالتالي ممكن يكون في بعض الاسهم ترتفع والبعض الاخر قد ينخفض. دكتور، زي ما اتكلمنا في بداية كلامنا وقلنا ان البنك المركزي اعلن عن ان احتياطي النقد الاجنبي وصل ل 23.3 مليار، هل يعني بعد وصول الدفعة الاولى هل ده هيؤثر على سعر صرف الدولار؟ خلينا نوضح، لانه دلوقتي البنك المركزي شغله الاساسي انه يدعم الاحتياطي. الحقيقه الاحتياطي كان انخفض بشده وكان غير قادر على تغطيه احتياجاتنا الاستيراديه من السلع الاساسيه والاستراتيجيه 3 شهور، وحتى كنا وصلنا بعض الفترات مش قادر يغطي 2.5 شهر. مؤكد البنك المركزي شغله الشاغل في الوقت الحالي انه يدعم الاحتياطي، وده معناه انه بيزيد من درجه الثقه في الاقتصاد. بالاضافه لكده كمان الاعطاءات الدوليه اللي كان بيطرحها البنك المركزي اسبوعيا بقيمه 120 مليون دولار حتى البنك المركزي توقف عنها، وبالتالي البنك المركزي لديه اموال هيدعم بيها الاحتياطي اللي هي في حدود 480 مليون دولار شهريا. ده هيزيد من صافي الاحتياطي. البنك المركزي اطلق على عنان للبنوك كي تتحرك داخل السوق تشتري اللي هي عايزاه بالسعر اللي هي عايزاه وتبيع للعملاء بتوعها بالسعر اللي هي شايفاه، وبالتالي البنوك داخله في اطار تنافس مع عمليات المضاربه وشركات الصرافه واللي الحقيقه كانوا شغالين على الارصفه. فالبنوك داخله في مرحلة صراع عنيف مع المضاربين، واتصور انه الغلبة في النهاية سوف تحسم للبنوك، لانه البنوك مؤكد عندها حساباتها عندها قطاعات للمخاطر بتحسب كل امر وتعرف تدير سوق الصرف وتكسب منه بشكل جيد، بعكس المضاربين اللي مؤكد انه حساباتهم في لحظة ما قد تختل وبالتالي يحققوا مزيد من الخسائر. فالبنك المركزي شغله الشاغل في الوقت الحالي هو تدعيم الاحتياطي، لكن بيترك الامر للبنوك، واتصور ان البنوك خلال الايام الماضية بدأت بالفعل تستحوذ على ارقام كبيرة من النقد الاجنبي، بدأت توفر للعملاء مزيد من النقد الاجنبي، ليس فقط اعتمادا على العطية اللي كانت بتقدم اليهم من البنك المركزي، لكن هم بقوا يجيبوا الدولار من السوق وبيبيعوه للعملاء، وبالتالي هو ده الوضع اللي كان مفترض يكون قبل عدة اشهر. لكن الحقيقة مهم قوي انه الامور عادت الى وضع الانضباط مره اخرى، لانه كما اشرت انه كان امر معيب انه الدولار يتم تداوله على الرصيف. طيب يعني يمكن انا سالت حضرتك السؤال ده لان احنا شفنا في وقت من الاوقات الدولار وصل ل 18 جنيه وفي البنوك كمان يمكن كنت بتكلم مع حضرتك في الموضوع دوت. طيب هل من الممكن ان يتم او يقوم البنك المركزي مثلا بضخ حصه في السوق علشان تقدر شويه ان هي تنزل من سعر الدولار؟ لو تطلب الامر هذا مؤكد البنك المركزي لن يضخ. متى سيتطلب الامر هذا؟ بس خلينا ناكد على ما يحدث خلال الايام الماضيه امر طبيعي. احنا ما زلنا في مرحله عدم توازن عدم استقرار، السعر يطلع ينزل، دي امور كلها متعارف عليها. وخلينا ناكد على انه الاكثر من انه السعر يطلع وينزل انه الدولار نفسه يكون موجود. فيما سبق الدولار ما كانش موجود في البنوك. لما الدولار بقى موجود في البنوك ده النجاح الاول. النجاح الثاني انه السعر يبتدي ينخفض، ده متوقع خلال الاسابيع القادمه، لانه تقديرنا 2-3 شهور هتبتدي نشوف. وبالمناسبه الدولار انخفض حوالي 1.5 جنيه في الايام الثلاثة الماضيه، مزيد من الانخفاض متوقع، لكن كمان ممكن نشوف بعض الارتفاعات الطفيفه خلال الايام القادمه. ما يشغلناش ما يزعجناش قوي انه السعر يطلع وينزل في فتره عدم التوازن عدم الاستقرار، لكن مؤكد في الاجل المتوسط بتكلم على 2 شهر بتكلم على 3 شهور سعر الدولار هيتجه لمزيد بالانخفاض خلال الفتره اللي جايه. البنوك سوف تصبح قادره على كل التمويلات اللي بيحتاجها عملائها من غير ما تحتاج للبنك المركزي، لكن مؤكد مزيد من تدعيم الاحتياطي بيعطي مزيد من القوه للبنك المركزي اذا تطلب الامر، سواء كان الحكومه احتاجت تمويلات كبيره لقطاع البترول او قطاع الكهرباء او وزاره التموين، مؤكد البنك المركزي هيكون قادر في حال عدم قدره البنوك على توفير هذا التمويل.
بما ان حضرتك قلت قطاع البترول وعدد من القطاعات حضرتك ذكرتها، حابب ان انا انتقل لقطاع السياحه. هذا القطاع اللي شهد تدهور كبير في الفتره الاخيره، هل من الممكن ان قرض صندوق النقد الدولي ينتشل هذا القطاع من هذه الحاله من الاحباط كمان اللي موجوده عند الناس اللي شغاله وبتعمل فيه؟ لا، قبل الحقيقه موافقه صندوق النقد قرار تعويم الجنيه في حد ذاته ده اعطى دفعه غير عاديه لقطاع السياحه، لانه لو نحسبها ببساطه، المواطن اللي كان معاه 1000 دولار وجاي هنا، المواطن الاجنبي السائح اللي كان معاه 1000 دولار وجاي هنا بيغيره ب 9 جنيه، يعني هيبقى معاه 9000 يتفسح ويروح ويزور وما الى ذلك. لما مؤكد دلوقتي ال 1000 دولار اللي كانوا معاه بقوا يعادلوا 15 16000 جنيه، ده معنى كده فرصه اضافيه بالنسبه له، انه بعد ما كان هيقعد يومين ثلاثه يقدر يقعد اسبوع. وبالتالي تعويم الجنيه اعطى دفعه غير عاديه للسياحه. الحقيقه السياحه الفتره الماضيه كانت بتمر بظروف صعبه، جزء منها كان اقتصادي، لكن كمان مؤكد انه كان في بعض الابعاد الاخرى سواء كانت سياسيه او امنيه وما الى ذلك. مؤكد خلال الفتره اللي جايه التحسن في الوضع الاقتصادي هيؤدي لمزيد من جذب السياحه، المسائل بدات تتحرك في الاتجاه الايجابي، رفع الحظر الحقيقه بدا يتم بشكل كبير من عدد من الدول، بدينا نشوف سياحه روسيه، سياحه المانيه، وبالتالي اتصور خلال الفتره القادمه قطاع السياحه سوف يتعافى. وبالمناسبه قطاع السياحه دوما كان بيتعرض لازمات او ضربات قاسمه وكان بيستعيد قوته ويرجع لوضع اقوى مما كان عليه، وده الحقيقه اتوقعه خلال الفتره القادمه ان قطاع السياحه هينشط مره اخرى وهيحقق معدلات اعلى من المعدلات اللي احنا كنا بنحققها قبل 25 يناير 2011. كنا وصلنا حوالي يمكن 12 مليون سائح، كانوا بيدخلون حوالي 14 مليار دولار. اتصور ان هذه الارقام ليس بعيده، ممكن نبتدي نقيس من السيزون الشتوي اللي احنا داخلين عليه دلوقتي، لكن اتصور من العام القادم ان شاء الله سوف نشهد طفرات كبيرة في قطاع السياحة. نتمنى ذلك بإذن الله. طب أنتقل لموضوع تاني، موضوع طرح سندات وأسهم مصرية في البورصة العالمية، ماذا يعني وهل هناك تخوف من هذا؟ لا، مؤكد أنه الحكومة المصرية لجأت خلال تحديدا أمس الأول لجأت للأسواق الدولية كي تطرح سندات لصالح البنك المركزي في حدود 4 مليار دولار، وهذا الطرح نجح بالفعل. كان في جزء منه لأجل ما يقرب من عام، وكان بفايده حوالي 4%، وفي طرح لمده 3 أعوام كان بفايده حوالي اقترب من 6.5%، وكان في طرح في اجل 12 عام لحتى 2028، وده وصل الفايده على حوالي 7%. مؤكد خلال الفتره القادمه مزيد من الطرح، مؤكد انه هيتم تخطيطه بشكل افضل، الاسعار هتكون افضل واحسن بالنسبه للوضع الاقتصادي، لانه مزيد من تدفق النقد الاجنبي مؤكد هيعطي مزيد من المرونه سواء كان لوزاره الماليه او البنك المركزي، لانه احنا عندنا حينما تنفتح مصادر التمويل من الخارج مؤكد انه بيتم مراجعه لكل بديل تمويل، وبيتعمل تحليل للتكلفه والعائد مع كل بديل، وبالتالي هيبقى لدينا مرونه اكبر في تحديد ما يجب الاحتفاظ به وما يجب ان يتم ارجاعه مره اخرى، سواء كان البدائل بقى للتمويلات الودائع اللي اتت من الخليج او بعض التمويلات اللي اتت من دول اخرى. مؤكد انه هيبقى في مراجعه مستمره لهذه التمويلات باجال استحقاقها بتكلفه تمويلها، وبالتالي ده مؤكد انه هيحسن من الوضع الاقتصادي وهيجعل البنك المركزي بالتنسيق والتعاون مع وزاره الماليه يديروا ملف الدين العام الخارجي بشكل اكثر كفاءه. حضرتك قلت وزاره الماليه، كان هناك تصريح لوزير الماليه بانه اعلن ضخ 10 مليارات دولار في الاستثمارات الاجنبيه في هذا الشهر، يعني مدى صحه هذا التصريح وما هي الاستثمارات لو هو فعلا صح؟ يعني هو الحديث على الاستثمار غير المباشر في ادوات الدين العام هو الرقم اللي كان خرج بره الاقتصاد المصري عقب ثوره يناير 2011 مع تعويم الجنيه مع رفع سعر الفايده، الكل مترقب، وده مع كمان نربطه بتوصيه ميريل لينش بحث المستثمرين الاجانب على ضخ استثمارات في ادوات الدين العام. ما تحدث به وزير الماليه هو انه في استثمارات بالفعل سوف تاتي
وتسعوا انه سيد محافظ البنك المركزي عمل جولات خارجيه والتقى بعدد كبير من صناديق الاستثمار العالميه اللي هي بالفعل كانت بتستثمر في ادوات الدين العام قبل ثوره يناير. اتصور انه في تفاهمات في هذا الامر، متوقع بالفعل خلال الفتره القادمه في ارقام كبيره من الاستثمار الاجنبي في ادوات الدين سوف تاتي كمرحله اولى يتلوها الاستثمار في الاسهم ثم يتلوها الاستثمار المباشر. أخيرا دكتور، لأن احنا يعني وقتنا للأسف انتهى، كريستيان لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي كانت وهي بتصرح عن الموافقة لإعطاء مصر هذا القرض، قالت إن السلطات المصرية أعدت برنامجا اقتصاديا وطنيا ودوت يعني سيدعمه صندوق النقد الدولي. هذه الكلمات وتصريحات عدد من مؤسسات المالية الكبرى والعالمية، حابة أن أنا أعرف رأي حضرتك بشكل بقى عام كده، وماذا عن الفترة المقبلة، ماذا عن سعر الدولار؟ نقوله معلش تاني أن حضرتك شايف هل هيكون فيه انخفاض، ولو فيه انخفاض هيكون في قد إيه؟ نعرف بقى الناس كده توتال اللي قلناه في على مدار الحلقة. هو مواقع التصريحات كريستين لاجارد واللي هي الحقيقه مش اول مره بتقولها، احنا شفناها خلال الفترات الماضيه سواء كان منها او من خلال الباسه الفنيه اللي كانت موجوده منذ اشهر زارت الاقتصاد زارت مصر والتقت بالمسؤولين المعنيين بشان الاقتصادي. مواقع كانت تصريحاتهم ايجابيه، التاكيد على انه البرنامج هو برنامج مصري خالص، مساله النجاح اصبحت شبه مضمونه خلال الفتره القادمه، توقع مزيد من تدفق الاستثمار الاجنبي، مؤكد انه هينعكس ايجابيا على انخفاض سعر الصرف. اتوقع انه سعر الصرف هيعود مره اخرى، هنشوف بعد كده بقى 13 و12 و11، لكن مش عايزين نتفائل قوي لانه انخفاض سعر الصرف الى مستوى اللي كان قبل كده 6 او 7 او 8 ده مؤكد مش في صالح الاقتصاد المصري في الوقت الحالي. محتاجين يعني النزول قوي ده مش في صالح الاقتصاد المصري، لا ما يشجعش الاستثمار، ما يشجعش التصدير يزيد تاني من الاستيراد العنيف. فاحنا الحقيقه محتاجين بس على الاقل في الفتره الحاليه القادمه بنتكلم سنتين ثلاث سنين، مهم انه الدولار يستقر في منطقه 12 ما بين 11 و13، ده هيكون مفيد للاقتصاد، هيشجع الاستثمار، هيشجع السياحه، هيشجع التصدير، هيقلل من الواردات، ده احنا محتاجينه خلال الفتره الحاليه لما الامور تستقر، لما الاستثمارات تزيد بشكل كبير ويبقى التوجه للتصدير كبير وارقام التصدير كبيره وفجوه الميزان التجاري تهدأ كثيرا. اتصور انه في هذه الحاله ممكن نتحدث عن انه سعر الجنيه يقوى في مقابل الدولار. اخيرا يا دكتور انا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، كان لقاء ثري بالفعل وتحدثنا وتطرقنا للعديد والعديد من الموضوعات الاقتصاديه. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. تحياتي ليك وسلام شكرا. اشكرك جدا. اخيرا مشاهدينا كان هذا لقائي بصحبه الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، واتكلمنا عن الموضوع اللي شاغل ناس كثيره، تعويم الجنيه، والدكتور اتكلم ان هو بالفعل يعني اعطى ثقه في الاقتصاد المصري، وايضا قرض صندوق النقد الدولي اللي قدره ب 12 مليار دولار شهاده ثقه من المجتمع الدولي للاقتصاد المصري. كان هذا لقاء اليوم، واخيرا بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه.